ذكرنا لكم سابقا في دروس سابقة أن كل سنة فاتت الإنسان لعذر شرعي فإنها تقضى، كل سنة فاتت لعذر شرعي فإنها تقضى، هذا هو الأصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. إذن كل سنة فاتت الإنسان فالأصل أنه يقضيها، أنها تقضى، إلا في حالين أو في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان يلزم من قضاء السنة الفائتة أن يغير هيئة العبادة، وهي مسألتنا هذه، أن يغير هيئة العبادة، كما لو نسي الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث لا يقضيه في الرابع والخامس والسادس، لأنه لو قضى لغير هيئة العبادة من كون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول إلى أن يقول في الأشواط الأخيرة، وهذا تغيير لصفة العبادة. الموضع الثاني أو المسألة الثانية مما لا تقضى فيه السنة: إذا كانت السنة معلقة على سبب وفات السبب، إذا كانت السنة شرعت لسبب ثم فات، مثل من مثلا صلاة الكسوف شرعت لسبب، لكن لو فات الكسوف، لو حصل التجلي، إنسان نام ولما استيقظ وإذا الشمس قد كسفت ثم تجلت، أو القمر خسف ثم تجلى، هل يصلي الكسوف؟ لا، لا يصلي، لأنها شرعت لسبب. إنسان دخل المسجد ومكث طويلا ثم بعد مدة ذكر أنه لم يصلي التحية، نقول هذه إيش؟ سنة فات محلها، لأن محل تحية المسجد عند الدخول للمسجد.